بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. من جوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام سيد الشهداء وقائد الأحرار والثوار، أبعث لكم تحياتي وأشكر الأخوة القائمين على هذا المعرض الكريم الذي يعرض مظلومية شعب البحرين، مظلومية هذه الثورة التي تخلى عنها الجميع، وبقيت المظلومية حبيسة ولا تظهر للعالم ولا يراها أحد. الإخوة الذين قاموا بهذا المعرض وهذا الجهد يعني نشكرهم جزيل الشكر، بحيث عرفوا هذه الجماهير التي جاءت لتواسي أبي عبد الله الحسين وتواسي أهل البيت عليهم السلام، ليتعرفوا على هذه المظلومية الكبيرة التي وقعت على شعب البحرين الجريح الذي لا زال ينزف والثورة مستمرة. نحن ندعو جميع الأحرار وجميع الثوار في كل أقطار الأرض أن ينشروا مظلومية شعب البحرين، وأن يعرفوا بهذه الظلامة التي استكلب عليها كل قوى الاستكبار وقوى التخلف من آل سعود وآل خليفة وقوى الخليج ودول الخليج وأمريكا وإسرائيل لطمس هذه الثورة وطمس هذه الظلامة. ندعو جميع الأحرار إلى أن يقفوا مع هذه الثورة ويساندوا هذا الشعب الذي قاس الويلات على يد الجيش السعودي درع الجزيرة وآل خليفة المجرمين الطغاة المستبدين. ونسأل الله سبحانه وتعالى لشعبنا المظلوم الصبر والنصر في القريب العاجل إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.